بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل في شرح الشابتر 5 Stability of Feedback Control System من مقرر الأوتوماتيك كنترول. محدثكم هنا دكتور منجي محمد زيدي، ونواصل في قانون روث أو How to test the stability of a given system using Roth criterion. احنا هنا بصدد الكلام على قانون أو criterion of the Roth. Let us write the characteristic equation in the term of هذا ال f of s اللي هي يعني مقام مقام يعني ال closed loop transfer function، وهي 1 زائد g s time h of s، وكنا تكلمنا عليه سابقا. يكتب في هذا الشكل، يعني هو في شكل polynomial equation. Step 1 يعني تست روث تست، أو طريقة روث تتمثل في جدول. يعني أولا نحاول أو نعطيكم كيف نعبي هذا الجدول، وبعدها كيف نقرأ هذا الجدول، أو كيف نستخلص stability or not stability of the system من خلال هذا الجدول. فبالنسبة لهذا الجدول، أولا السطرين الأولين من الجدول، لأنه في أسطر باقية سنراها لاحقا كيف نعبي هذه السطرين الأولين. السطرين الأولين من جدول روث تتعبى بالطريقة التالية: ننطلق من الكاركترستيك إكويشن، وبالنسبة للسطر الأول نعبيه بإيش؟ نعبيه بالفيرست، نعبيه بالفيرست والفور والثيرد والفيث وإلى آخره، يعني بالأول والثالث والخامس والسابع والتاسع إلى آخره. فهنا عندي AN هذا الأول، الثاني، الثالث AN minus 2، الرابع، الخامس AN-4 إلى آخره، والسطر الثاني نعبيه بالباقي، يعني الثاني والرابع AN-1، AN-3، AN-5 إلى آخره، هذا الثاني وهذا الرابع وهذا السادس وهذا الثامن إلى آخره. هذه the two first rows of the Roth table، كيف يعني نعبيها. بعد ما عبينا السطرين الأولى من جدول روث، ننتقل and look here how to apply the test. فرضا عندي characteristic equation من هذا النوع أو من هذا الصنف أو من هذه الدرجة A6S6 plus A5S5 إلى آخره، وصولا إلى A1S plus A node. يعني the characteristic equation هنا في هذا النظام هي من درجة 6. كيف نعبي السطرين الأولين؟ قلنا في الشريحة السابقة بالنسبة للسطر الأول نحط فيه إيش؟ نحط فيها الأول والثالث والخامس إلى آخره. A6 هو الأول رقم 1، ثم A4 رقم 3، 4 هذا رقم 5، ثم هذا رقم 7، وبالتالي في السطر الأول نحط إيش؟ نحط 1 3 5 7، وهي A6 A4 A2 and A node. وبالنسبة للسطر الثاني نحط فيه الكوفيشنت رقم 2 ورقم 4 ورقم 6، وهي A5 A3 A1، وبطبيعة الحال بعدين يعني يصبح 0. هذه السطرين الأولين. باقي جدول روث، أولا نلاحظ هنا أنه في الفيرست كولن هذا نحط إيش؟ نحط يعني البولينوم في شكل عمودي SS6 SS5 SS4 إلى SS node، ويعني نرسم الجدول. السطرين الأولين أوكي تكلمنا عليها، الحين سنرى كيف نعبي هذه الكوفيشنت هذا والكوفيشنت هذا، يعني كل خانات الجدول كيف نعبيها. ننطلق مثلا من الكوفيشنت هذا أو السطر هذا، يعني السطر رقم 3، هذا السطر رقم 4 إلى آخره. بالنسبة للسطر رقم 3، أولا نلاحظ أنه دوما القسمة تكون على، يعني عندي كوشن والقسمة تكون على A5، هذا الA5، ثم الكوفيشنت A هذا مثلا كيف نجيبه؟ هو بكل بساطة A5 مضروب في A4 ناقص A6 في A3 تقسيم A5، ثم هذا الكوفيشنت B مثلا يصبح إيش؟ يصبح A5 ضرب A2 minus A6 A1 over A5 إلى آخره. بعد ما عبينا السطر الثالث، يعني بعد ما حسبنا الكوفيشنت A الكوفيشنت A والكوفيشنت B والكوفيشنت هذا C اللي هو A نود، نعبي السطر الموالي هذا السي مثلا. كيف نحسب هذا السي؟ بالسطرين التي تسبقه. بالسطرين التي تسبقه يعني استعمل الاي، الاي 3 الاي 5 والبي، وبالتالي سي تصبح اي مضروب في اي 3 ناقص اي 5
B ناقص A5 سوري ناقص A5 A node تقسيم A5 B تقسيم A equal to C. ثم هذا الكوفيشنت D مثلا D هو A ضرب ال A1 ناقص A5 ضرب ال A node تقسيم A إلى آخره. ونواصل يعني نفس يعني الخطوات إلى أن نعبي كل كوفيشنت الجدول. بعدها كيف نستخلص الاستقرار أو اللا استقرار؟ نلاحظ يعني الكولن الأول، بعدها سنتكلم على الكولن الأول. ماذا نقول؟ نقول إذا كانت كل عناصر العمود الأول من نفس الإشارة يعني موجبة كلها أو سالبة كلها، فبالتالي النظام يعتبر مستقر. وإذا كان هناك اختلاف في إشارة هذه الكوفيشنس، وبالتالي النظام غير مستقر. يعني لاستقرار النظام لا بد أن يكون العمود الأول من جدول روث كله يحمل نفس الإشارة بالموجب أو بالسالب. فبطبيعة الحال لو نحاصل هنا، يعني كنا تكلمنا سابقا على condition 1 و condition 2. أولا لازم نجرب الكونديشن 1 و 2 على الكاركترستيك إكواشن. إذا كانت الكونديشن 1 والكونديشن 2 أوكي، نمر إلى روث تيبل، لأنه الكونديشن 1 والكونديشن 2 هي necessary but insufficient، يعني لازمة لكن غير كافية. وإذا كانت واحد من الكونديشن 1 أو الاثنين أو الكونديشن الاثنين مع بعض غير متوفرة، لا يعني يحتاج منا أن نمر إلى الروث تيبل، يعني نقول مباشرة أن النظام غير مستقر. لكن إذا كان الكونديشن 1 أوكي والكونديشن 2 أوكي، لابد أن نمر إلى جدول روث. وبعد جدول روث كما سبق وقلنا، بعدما نعبي الجدول بكل الكوفيشنت، نلاحظ العمود الأول أو نسوي تشيك على العمود الأول. إذا كل الكوفيشنت لها نفس الإشارة، النظام stable. Otherwise, the system is not stable. Thank you very much.